لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف في مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أهلا بكم سيدي. حياك الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. وفقا لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، فإن قرار عبد المهدي بدمج ميليشيات الحشد بالجيش منح الحشد فرصة السيطرة على الدولة، ما مدى صحة ذلك؟ يعني حقيقة إذا شئنا يعني توصيف أدق لهذا القرار بدمج الحشد بالجيش، فيمكن أن نقول هو دمج الجيش بالحشد، ذلك لأن هذا القرار سوف يوفر سيطرة أكبر وعلى يعني للحشد على المؤسسة الأمنية الكبرى المتمثلة بالجيش، وسيجعل من الحشد قوة ضاربة لا يستطيع أحد أن يفصل سيطرته عليها. يعني هذا القرار أنا أظن يعني جاء لربما سببين أساسيين جعل مثل هكذا قرار يظهر وبمباركة إيرانية. أولها أن سيحول دون تنفيذ العقوبات الأمريكية على هذه الميليشيات بالأسماء، كوننا ستفقد أسماءها وتفقد يعني كيانها الإعلامي. الأمر الآخر هو تخوف النظام السياسي الحالي من الجيش، وما نرى الآن من تصفية لبعض الضباط واتهام بعض الضباط الكبار بتهم ممكن تصل إلى الإعدام، ما هو إلا خوف من مؤسسة الجيش إنها ربما تنقلب على النظام السياسي الحالي. لذلك دخول الحشد في الجيش سوف يوفر حصانة لهذا النظام ويوفر سيطرة للحشد الشعبي على المؤسسة الأمنية بالكامل في العراق. في هذا السياق وانطلاقا من الرؤيتين اللتين طرحتهما أستاذ نظير، يرى مراقبون أن القرار يهدف إلى تحجيم نفوذ الميليشيات وسحب سلاحها، إلى أي مدى يمكن تحقيق ذلك من خلال هذا القرار؟ أنا لا أعتقد أن الغاية من هذا القرار هو لأجل تحجيم قدرات الحشد الشعبي، بل العكس، هي إطلاق قدرات الحشد الشعبي للسيطرة على كل مفاصل الدولة وأهمها هي المؤسسة العسكرية. فمن يقول ويروج على أن هذا القرار هو قرار لتحجيم الحشد الشعبي، لو كان هذا الكلام صحيح لأول من اعترض هم قادة الميليشيات، ولكانت إيران أيضا أبدت اعتراضها. لكن ما نراه الآن مباركة إيرانية وكذلك تصريحات لقادة الميليشيات بمباركة هذا القرار. يعني قيس الخزعلي الآن يحتفل بهذا القرار، مقتدى الصدر أعلن فور صدور القرار أعلن قطع علاقته بميليشيا سراي السلام والتمهيد لحلها. هذا يدلل على أنه لا شيء سيطال الحشد الشعبي أو يحجم من قدراته في السيطرة على مقاليد الأمور الأمنية في العراق. كيف تتوقع مستقبل الجيش في حال ضم ميليشيات الحشد له من حيث المناصب وانتشار الفساد الحاصل أصلا في الوقت الحالي؟ يعني أنا أرى أنه ستكون الفترة الأولى هناك فوضى في هذا الموضوع، خاصة في موضوع الـ يعني الضباط ذوي الرتب العالية. فكما تعلمين أن الضباط الذين موجودين في الحشد هم أصبحوا ضباطا بدون أي دخول أي كلية عسكرية أو أي تأهيل أكاديمي عسكري للحصول على مثل هكذا رتب، بينما في الجيش فهو قد تسلسل في يعني دراسته العسكرية إلى أن وصل إلى هذه الرتبة. ستكون هناك فوضى ما بين يعني قيادات الجيش وقيادات الحشد، لربما سيكون هناك صراع خفي داخل منظومة الجيش بسبب دمج هذه الأعداد الغفيرة من الميليشيات والضباط الذين حصلوا على رتبهم بشكل غير يعني وفق السياقات العسكرية. إلى أي مدى ترى أن المحاصصة ورشة سياسية أسست للدولة العميقة في العراق كما يرى بعض النواب من خلال تصريحاتهم مؤخرا؟ يعني هذا الموضوع حقيقة موضوع الدولة العميقة يعني أصبح موضوع مفضوح. يعني كما نعلم أن الدولة العميقة التي تقود المؤسسات في بلد ما ينتشر فيه الفساد كالعراق، ربما لو كان في دولة أخرى يكون خفي، لكن الآن يعني ما يحدث في العراق وتحكم هذه الدولة العميقة بمقاليد وتصريف شؤون الدولة العراقية الآن مفضوح وعلى لسان أبسط مواطن يعرف ما يجري في العراق. وبدأت هذه الدولة العميقة
من القوة بحيث أصبحت تفوق قوتها الحكومة بمؤسساتها الدستورية، سواء رئاسة وزراء أو رئاسة جمهورية أو رئاسة برلمان. يعني هي الآن المتصرف الحقيقي في الدولة العراقية، وما نراه من فساد ويعني مآسي كبرى تحدث في العراق هي بسبب هذه الدولة العميقة المرتكزة على مصالح حزبية ومصالح شخصية وتبعية إلى دول أخرى. هذا الذي يعاني منه الوضع في العراق الآن. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.